السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم سلسلة تمارين في المناعة، سلسلة الثانية، التمرين الأول. إذن الليستريوز مرض تسبب بكتيريا الليستيريا تعيش في التربة والمياه والبراز، ومن أعراضه الحمى والتشنجات العضلية إضافة إلى الغثيان والإسهال. يمكن أن يصيب هذا المرض الإنسان نتيجة تناوله غذاء وماء ملوثين بهذه البكتيريا. لمعرفة بعض خصائص هذه البكتيريا ومظاهر ردود فعل الجسم تجاهها، نقترح المعطيات التالية. لنتعرف على هذه المعطيات ونبدأ بالوثيقة رقم 1. هذه الوثيقة تمثل تأثير درجة الحرارة على تكاثر هذه البكتيريا. المحور العمودي يمثل نسبة تكاثر هذه البكتيريا. المحور الأفقي يمثل درجة الحرارة. كما تلاحظون معي بطبيعة الحال، تكاثر هذه البكتيريا يبلغ أقصى في 37 درجة سيسيوس، يعني من 0 إلى 37 درجة سيسيوس هناك تزايد وتكاثر هذه البكتيريا بشكل تدريجي، لكن بعد 37 درجة سيسيوس نلاحظ أن هناك انخفاض سريع في عدد البكتيريات لينعدم في 42 درجة سيسيوس. السؤال رقم 1، كيف يتطور تكاثر هذه البكتيريا بدلالة درجة الحرارة؟ إذا بينت ذلك قبل لحظات. إذا هناك تكاثر تدريجي من 0 إلى 37 درجة سيسيوس حيث تبلغ أقصاها، ثم تنخفض بطبيعة الحال بشكل سريع لتنعدم في درجة حرارة 42 درجة سيلسيوس. السؤال رقم 2، استنتج الإجراء الوقائي الواجب اتخاذه في تحضير الغذاء وشرب بعض المياه لتجنب الإصابة بهذه البكتيريا. ربما اتضح لكم ذلك، بين من خلال المنحنى على أن بطبيعة الحال البكتيريات تنعدم في درجة حرارة 42 درجة سيلسيوس. في هذه الحالة الإجراء ينبغي أن نقوم بغلي الماء وطهي الطعام في درجة حرارة مرتفعة أكثر من 42 درجة سيلسيوس لكي نضمن موت هذه البكتيريات. السؤال أو الوثيقة الموالية، تعيش بكتيريا الليستيريا في خلايا الجسم فتتكاثر بداخلها وتعفنها، ولمعرفة نوع الاستجابة المناعي الموجهة ضدها أجريت دراسة تجريبية مكنت من الحصول على النتائج الممثلة في الجدول. التجربة الأولى والتجربة الثانية معا في كلا الحالتين قمنا بحقن فئران ببكتيريا الليستيريا، لكن فئران المجموعة الأولى أضفنا لها مصل فأر ممنع ضد هذه البكتيريا، أما التجربة الثانية أضفنا لنفاويات التيل القاتلة مأخوذة من طحال فأر ممنع ضد هذه البكتيريا. النتائج فيما يخص التجربة الأولى، نسجل أن هناك تكاثر للبكتيريا وتزايد عدد الخلايا المعفنة، أما بالنسبة للتجربة الثانية أي الفئران التي أضيف إليها بطبيعة الحال لنفاوي التيسي، فنسجل انخفاض في عدد كل من عدد البكتيريات وكذلك الخلايا المعفنة. السؤال رقم 3، كيف تفسر نتائج التجربة الأولى؟ يعني فيما يخص التجربة الأولى قمنا بحقن تزويد هذه الفئران بمصل، أي هذا يؤكد لنا بطبيعة الحال وسجلنا على أن هناك تكاثر لكل من البكتيريا وكذلك الخلايا المعفنة، إذن هذا يؤكد لنا بطبيعة الحال عدم تدخل مضادات الأجسام في القضاء على هذه البكتيريا. بطبيعة الحال بما علما أن مضادات الأجسام توجد في المصل، أو بطبيعة الحال يمكن أن نقول كذلك أن هناك عدم تدخل الاستجابة المناعية لنوعي ذات المسلك الخلطي والتي يتم نقلها عن طريق المصل. السؤال الرقم 4، فسر نتيجة التجربة الثانية محددا نوع الاستجابة المناعي الموجه ضد هذه البكتيريا. إذا في بخصوص التفسير بطبيعة الحال الخلايا التي القاتلة بطبيعة الحال التي قمنا بتزويد فئران المجموعة الثانية بها بطبيعة الحال عملت على أو قامت بتدمير الخلايا المعفنة. فيما يخص هذا تفسير. أما فيما يخص نوع الاستجابة المناعية فالأمر يتعلق بطبيعة الحال باستجابة مناعية ذات مسلك خلوي تتم عن طريق اللمفاويات تي سي تي القاتلة. التمرين الثاني، الكوليرا مرض فتاك تنتقل البكتيريا المسببة له عبر الغذاء أو الماء الملوث وتصيب الأمعاء المسببة إسهالا حادا، وقد يفقد المصاب كثيرا من وزنه بسرعة في غياب العناية الطبية مما قد يؤدي إلى الموت. لدليل الكشف عن كيفية تأثير هذه البكتيريا على الجسم تم إنجاز التجارب المبينة في الجدول التالي على فئران لها نفس الوزن والسن. إذا نتعرف على التجربة، إذا مجموعة فئران الأولى تم حقنها ببكتيريا الكوليرا حادة، المجموعة الثانية تم حقنها برشاحة زرع طري لبكتيريا كوليرا حادة. الرشاحة هي السائل الذي كانت تعيش فيه البكتيريا الكوليرا. إذا النتيجة كما نلاحظ فيما يخص النتيجة نفس النتيجة حصلنا عليها، أي إصابة فئران بالكوليرا وموتها، سواء قمنا بحقنها ببكتيريا كوليرا مباشرة أو قمنا بحقنها برشاحة زرع لبكتيريا الكوليرا. السؤال رقم 1، انطلاقا من الجدول الأعلى قارن التجربتين رقم 1 و 2 ونتائجها. إذا في بخصوص مقارنة إصابة الفئران بالكوليرا وموتها في كل من التجربتين، رغم أن في التجربة الثانية حقنت الفئران فقط برشاحة زرع البكتيريا الكوليرا وليس بالبكتيريا، أو يمكن أن نقول كذلك أو أقترح لكم كذلك بطبيعة الحال كمقارنة، لأن نفس النتيجة حصلنا عليها رغم أن الحقن كان مختلف. التجربة الأولى تم الحقن ببكتيريا كوليرا، أما التجربة الثانية فتم حقن الفئران برشاحة زرع البكتيريا الكوليرا.
السؤال رقم 2، انطلاقا من التجربة المنجزة على مجموعة فئران رقم 2، حدد الوسيلة التي تؤثر بواسطة بكتيريا الكوليرا على الجسم. بطبيعة الحال بما ان حقنا فئران المجموعة الثانية فقط في التجربة الثانية فقط بالرشح، هذا يؤكد لنا بطبيعة الحال ان هذه البكتيريا تؤثر على الجسم بواسطة السمين الذي تفرزه والذي يوجد في الرشاحة. أتابع، للكشف عن كيفية مقاومة جهاز المناعة لبكتيريا الكوليرا تم إنجاز التجربة المبينة في الوثيقة التالية. كما نلاحظ قمنا بحقن القنية أ برشاحة وسط زرع قديم لبكتيريا الكوليرا. بعد 15 يوما قمنا باستخلاص المصل من هذه القنية إلى القنية أ، إذا نحصل على المصل. ثم القنية ب قمنا بحقنها بالمصل الذي أخذ استخلص من القنية أ كما تلاحظون معي. بعد يوم واحد فقط قمنا بحقنها برشاحة وسط زرع طري لبكتيريا الكوليرا يحتوي على سمين الكوليرا اعتذر. لاحظنا على أن القنية ب بقيت على قيد الحياة. السؤال 3، على ماذا تحتوي رشاحة وسط زرع قديم لبكتيريا الكوليرا المحقونة للقنية أ؟ إذا في هذه الحالة بطبيعة الحال عدم موت القنية أ، هذا يؤكد لنا على أن الرشاحة كانت تحتوي فقط على سم فاقد لقدرته الممرضة ما نسميه بدفان الكوليرا. السؤال رقم 4، كيف تفسر بقاء القنية ب حية رغم حقنها برشاحة وسط زرع طري لبكتيريا الكوليرا؟ بطبيعة الحال المصل الذي حقنت به وفر لها بطبيعة الحال مضادات الأجسام بطبيعة الحال التي أبطلت مفعول سمين الكوليرا. أتابع، السؤال رقم 5، ما نوع الاستجابة المناعية التي تم الكشف عنها في حالة الإصابة بالكوليرا على الإجابات؟ كذا فيما يخص النوع ربما اتضح لنا ذلك، هناك استجابة مناعية ذات مسلك خلطي تتم عن طريق بطبيعة الحال ربما تبين لنا ذلك خلطي، نعم، عن طريق ماذا؟ عن طريق مضادات الأجسام التي تنقل بواسطة المصل. التعليل، في هذه الحالة ربما بينت ذلك، تتم بواسطة مضادات الأجسام التي يتم إنتاجها من طرف البلزميات وهي عبارة عن لمفاويات منتجة لمضادات الأجسام، أي مناعة تنقل بواسطة المصل. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.